أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا شرد الجمل ولم أتمكن من إمساكه فأطلقت عليه مسدس ونسيت أن أذكر اسم الله، فهل يحل هذا الجمل؟ أي نعم، حتى لو أنك تبي تذكيه وماسكه تذكيه ونسيت تسميه هو حلال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فتسقط التسمية عند النسيان. نعم.